وسط الزحام الذي يكتنف القضايا الحقوقية للمرأة الفلسطينية، بدءا بالمؤسسات الرسمية، مرورا بالمعارك القانونية، وصولا لتخمة مؤسسات المجتمع المدني التي امتلأت بها مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، يبقى التساؤل المشروع قائما حول مدى نجاح تلك الجهود في مسعاها لضمان الحد الأدنى من التمكين والدمج في الحياة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية. أم صالح هي واحدة من آلاف النساء الفلسطينيات الذي تحول حلمها إلى حقيقة مع أول رغيف خبز أنتجه مخبزها اليدوي ليكون الأول على مستوى المنطقة الذي تديره سيدة. بلشت فيه ونجحت فيه المشروع، وإن شاء الله هني بطور فيه شوي شوي. بلشت بفرن، بعدين جبت فرنين، بعدين جبت فرن على كهرباء وغاز، والحمد لله متوفق والحمد لله منيح الفرن. أول شي بكيت في البلد لحالي، بعدين الشت امدد صار يجي من سنجل ومن عجول ومن المزارع ومن جلجلية عبوين، ما شاء الله الكيت حاليا ما شاء الله ملحكين علي الناس، والمشروع ناجح والمنتاز والحمد لله رب العالمين. بلشت من الصفر وهي ما شاء الله صار، وهيني مفكر اني اجيب معي حدا يشتغل اخرى. الحمد لله ما شاء الله المشروع نجح ومنيح الحمد لله رب العالمين. الظروف طبعا اي شيء بدي تبلشي فيه صعب، بيبكى البدايه بتبكى صعبه، بعدين شوي شوي الواحد لازم يبكى عنده نفس للشغل، طالما عنده نفس وعنده اراده الواحد في الشغل بينجح والحمد لله رب العالمين. واجهت صعوبات بس الحمد لله تسهلت، عديتها والحمد لله منيحه. في أولها أنا أخرى بكيت، يعني أواجه صعوبة من ناحية المواصلات، الطلبات أروح وأجي بطلبات، بس بعدها جبت سيارة وهذا الإشي سهل علي وطور شغلة أخرى للأحسن. يعني أي إشي بدي أنا أشتري بروح أنا بجيبه من السوبر ماركت من المحلات، باجي في السيارة بروح بالسيارة لأني مرات بروح وقت متأخر بلاقي السيارات، وهذا الأخرى شجعني بزيادة إن أنا جبت سيارة، وهين الحمد لله رب العالمين سهلت علي كثير أشياء. بجيب أغراض بإيدي يعني شوي لأني جايب الأغراض بهملش هم من هذه الناحية والحمد لله. واجهت صعوبة ولا مالي أولها، لأني أنا من بلد لبلد باجي، من قرية كفرعين لقرية على قرية عرورة، يعني ها بكيت أواجه صعوبات فيها في المواصلات هذه، خاصة بفترة الكورونا هذه أنا تصعبت منها، بس الحمد لله عدت. والله الأمور الحمد لله ابني نجح توجيهي، أولادي شاطرين نجح في التوجيه ودرس في الجامعة واشتغل، وبعدين وانسجن وربنا يفرجها عليه ويهونها ويرضى عليه يا ربي. وعدت والحمد لله، لما أجاني خبر إنه انسجن على المحسوم أخذوا على المحسوم، والواحد طبعا الله يرضى عليه الواحد بهمل الهم في الأول، بس إن شاء الله ربنا بيهونها وهينا صابرين والحمد لله رب العالمين، ربنا يفرجها ويهونها على الجميع. احنا يعني الواحد بيعيش في ظروف صعبة ولازم يتحمل ويصبر هذه الظروف وعديها، وما بعد ذيك إلا الفرج إن شاء الله، ربنا بيهونها علينا إن شاء الله وعلى الجميع إن شاء الله يا رب. الفلسطينية لازم تكافح، لازم تكافح عشان تعيش، يعني الإشي بده تعب بده تعب، لازم إذا كافحت وصبرت بتعيش، وإن شاء الله أنا ما بتحتاجش حدا، لازم يبقى عندها صبر وتكافح والإشي بنجح إن شاء الله. دايما أنا بشجع أي امرأة تبلش من الصفر وتكون حالها، والناس برضه هي اللي بتشجع الناس على الإشي إنه ينجح، وانا الحمد لله الحمد لله الجميع في المنطقة بكل مصالح، والحمد لله هم اللي شجعوني على هذا المشروع انه ينجح اخرى، بعد الارادة والقوة ان شاء الله الناس اخرى بتشجع الواحد، والحمد لله الجميع مشجعني الحمد لله رب العالمين. تطمح أم صالح لتطوير مخبزها ليكون بشكل آلي، وأن تقدم فرص عمل للنساء
ليتمكن من إعالة أنفسهن وعوائلهن، إذ إن مخبزها الحالي يعتمد على الطريقة اليدوية من عجن وخبيز وفرن. من قرية عرورة قضاء رام الله، تبارك الرفاعي، مركز الكفايات في الإعلام وصناعة الأفلام.